الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه ونسأله أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا من أهل عبادته. وبعد، فعندنا آيات من أواخر سورة يونس عليه السلام، توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم للحذر من بعض جهود أولئك المشركين الذين يريدون أن يصدوا الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا يتأثر بشيء من أحوالهم. لعلنا نقرأ هذه الآيات التي فيها تذكير بنجاة أهل الإيمان وهلاك أهل الكفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حق علينا ننجي المؤمنين. يخاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدرأ عنه الشك وأن يكون من الموقنين، وهو خطاب للأمة بعده لتسير على طريقته في اليقين والتصديق التام بما ورد عن الله جل وعلا. ثم فقال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، أي احتمال مما ورد إليك
فحينئذ يسأل الإنسان أهل العلم والفضل من أهل الصدق والعدالة، ولذا قال: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإنهم سيصدقونك ويصدقون ما في هذا الكتاب. وهذا لأهل العدالة والصدق، وأما من كان من أهل العناد والحسد فلن يظهر الحق الذي لديه، فإنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك يجحدونه. ولذا ورد في الحديث أن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام وكان من اليهود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني، فاستدعهم واسألهم عني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إليه، أرسل إلى اليهود فجاءوا إليه، فسألهم عن عبد الله بن سلام: أي رجل هو فيكم؟ فقالوا: هو أعلمنا وابن أعلمنا، وهو خيرنا وابن خيرنا، وهو أفضلنا وابن أفضلنا. قال: أفرأيتم إن آمن بي؟ قالوا: حاشاه، قالوا: حاشاه. فخرج عبد الله بن سلام عليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا وأرذلنا وابن أرذلنا. فناقضوا أنفسهم في مجلس واحد. فهذا الحق الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب العظيم الذي أنزله الله ليكون هداية للخلق، هو أولا حق، وهو ثانيا من عند الله جل وعلا، ومن ثم لا ينبغي لمؤمن أن يتطرق إليه أدنى شك في هذا الكتاب. ولهذا تميزت عقيدة الإسلام بأنها مبنية على اليقين وعلى طمأنينة القلب، بخلاف حضارات الفلاسفة فإنها إنما تدعو إلى الشك والتردد والجهل. ثم قال تعالى: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، أي إن هؤلاء الذين جحدوا ما نزل في الوحي ولم يصدقوا به إنما فعلوه تتابعا منهم، من بعضهم لبعضهم الآخر، وحينئذ يحذر الإنسان من أن يكون منهم فيؤدي به ذلك إلى الخسارة في الدنيا والآخرة، بحيث لا ينال سعادة الدنيا ولا سعادة الآخرة. وحينئذ يعلم بأن قدر الله في الهداية ماض، فمن قدر الله له الهداية فسيهتدي وسيسترشد بالآيات والدلائل والبراهين، ومن ختم الله على قلبه فلن تنفعه المواعظ ولن تجدي فيه شهادات أهل الحق. ولذا قال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، أي من مضى في قدر الله أنه لا يهتدي، سواء كان ذلك في أصل دين الإسلام أو في العقيدة الصحيحة أو فيما يتعلق بالطاعات وترك المعاصي، فسيستمر على ما قدر الله له. ولا يعني هذا أن يترك الإنسان واجب الدعوة إلى الله وإرشاد الخلق وتخويفهم من رب العزة والجلال. أما هؤلاء المعاندون
فإنهم لو جاءتهم جميع الدلائل ولو حضرت عندهم كل البراهين ولو جاء إليهم جميع الشهود من أهل الكتب السابقة فإنهم لن يهتدوا ولن يهتدوا حتى يروا العذاب الأليم فيعاينوه، كما كان من فرعون الذي عندما جاءه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا رب بني إسرائيل، فلم يجده ولم ينفعه ذلك ولم ينقذه من نار جهنم. وأما من آمن قبل نزول العذاب به فإن الله جل وعلا يقبل منه. ولذا ذكر الله جل وعلا قصة قوم يونس، فإن يونس عليه السلام وعدهم بنزول العذاب، فاجتمع عقلاء قومه وقالوا تعلمون أن يونس صادق، تعلمون أن يونس صادق، ومن ثم عليكم أن تحذروا من نزول العقوبة، فآمنوا قبل أن تنزل بهم العقوبة فوقاهم الله جل وعلا ذلك العذاب. ولذا قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني آمنت قبل نزول العذاب بها فانتفعت بالإيمان، لأن الإيمان بعد نزول العذاب لا ينفع صاحبه إلا قوم يونس، فإنهم لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب بعد أن كانوا قد وعدهم نبي الله بإنزال العذاب عليهم في أيام محدودة، فردهم عقلاؤهم إلى الإيمان، فكان هذا من أسباب إبعاد العذاب عنهم، فوقاهم الله العذاب والخزي والندامة وجعل لهم الكرامة والفضل والإحسان من الله في الدنيا، وأورد عليهم الخيرات والنعم التي تمتعوا بها في الدنيا مع ما ينتظرهم من الثواب الجزيل في الآخرة. وحينئذ نعلم أن واجبنا هو إيصال الدعوة إلى الله وتعليم عباد الله وإرشادهم إلى ما يعود عليهم بالنفع، وأما هداية الخلق فهي إلى الله جل وعلا، فهو سبحانه الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده قلوب العباد جل وعلا. ولذلك لو قدر الله وشاء أن يؤمن جميع من في الأرض لآمنوا، ولكن لله حكم في هذا، من الحكم في بقاء كثير من الناس على الضلالة ظهور عبادات لأهل الإيمان والصلاح والاستقامة. أليس عبادة الدعوة إلى الله تظهر بوجود المخالفين؟ أليست عبادة نصرة المؤمنين تظهر بوجود أعدائهم الظالمين؟ أليست عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تظهر مع وجود المخالف؟ أليست عبادة الدعوة إلى الله ونصيحة الخلق تظهر مع وجود المخالفين؟ إلى غير ذلك من العبادات. ومن العبادات ما يتعلق بالإنسان في نفسه، فإن ترك الإنسان لموافقة الظالمين عبادة لا تظهر إلا بوجود الظالمين، وهكذا تبرع الإنسان من أهل المخالفة وموالاته لله ولأوليائه إنما تظهر بوجود هؤلاء المخالفين. ولذلك
فلله جل وعلا حكم كثيرة من وجود كثير من العباد على الشرك والكفر، وإلا لو قضى الله أن يؤمن من في الأرض كلهم لآمنوا جميعا، ولكن لله حكمة في هذا الأمر. ولذا ليس من شأن أهل الإيمان أن يكرهوا الناس على الدخول في دين الله، وإنما واجبهم أن يبينوا الحق وأن يوضحوه للخلق وأن يعرفوهم بالأدلة والدلائل والبراهين حتى تقوم الحجة على الناس أجمعين. ولذا قال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقد بين الله جل وعلا أن الإيمان إنما هو توفيق من الله وإذن منه جل وعلا، وهو الذي يهدي من يشاء. ولذا قال: وما كان لنفس، أي ليس للإنسان أن يخرج عن قدر الله وقضائه في باب الهداية، ولكن للعبد اختيار، وله قدرة على فهم الأدلة والحجج، ومن ثم تكون الحجة قد قامت عليه. ولذا قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ولكن قد يقول قائل: كيف يقدر لهؤلاء المعصية والمخالفة والشرك والكفر ثم يعاقبون على ذلك؟ فيقال بأن الله قد جعل لهم الاختيار، وقد جعلهم يسمعون الحجج والدلائل ويفهمونها، ولكنهم تركوها عنادا ومخالفة لأمر الله، ولذا كانوا ممن لا عقل له ينفعه. فإن العقل الحقيقي هو الذي يستعمل، والعاقل حقيقة هو من يتأمل في عواقب الأمور ويعرف مآلاتها ويستعد لها. أما من كان عنده ذكاء وقدرة على التصرف في الوقائع لكنه لم يميز ما سيكون في مآله وعاقبة أمره، فهذا ما لم ينفعه ما لديه من الذكاء، ومن ثم قيل له بأنه لا يعقل. ثم أرشد الله جل وعلا العباد إلى دليل واضح، ألا وهو عقوبات الأمم المختلفة التي خالفت منهج الحق ولم تستقم في أمرها، كيف نزلت بهم العقوبات. ولا تظنن أن هذا يقتصر على من عاد الأنبياء في زمانهم، بل سنة الله ماضية وباقية، أن من كان مع الحق وكان على منهج صحيح مبني على كتاب الله وسنة رسوله في معتقده وفي عمله، فلا بد أن ينصره الله جل وعلا، ولا بد أن تكون له العواقب الحميدة في الدنيا مع ما يناله في الآخرة. ولكن ليعلم بأنه يجب على العبد أن يكون قاصدا لرضا الله لا لتحقيق رغباته الدنيوية، وعليه أن تكون مقاصده أخروية، فيريد الآخرة ويعمل لها ويستعد لها، وألا تكون مقاصده في الدنيا بحيث يبحث عن شرف نفسه أو كثرة ماله أو سعادة الدنيا فقط، وإنما على العبد أن ينوي الآخرة، فمن نواها وقصدها جعل الله له الدنيا تأتيه وهي راغمة. ولذا
ذكر الله جل وعلا بمن قبلنا، من آمن كشف الله عنه العذاب ومتعه في الدنيا مع ما ينتظره من ثواب الآخرة، ومن أعرض وكفر نزلت به العقوبات. ولذا قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فهناك من الدلائل والبراهين الدالة على تصريف الله في الكون مما يدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، ومما يدل العقلاء للاستعداد للقاء رب الجلال. ولكن إذا كانت هناك أدلة وصاحبها لا يتأمل وصاحبنا لا يتأمل فيها ولا يستهدي بها، فحينئذ لن يصل إلى الحق ولن تنفعه أو تغني عنه الآيات والدلائل، سواء كانت شرعية أو كانت كونية، لكونه قد أعرض عن الإيمان واستمر في طريقة العناد والحسد لأهل الإيمان. وحينئذ لا يأمنن هؤلاء من أن تنزل بهم العقوبات في الدنيا كما نزلت بالأمم السابقة. ولذا قال: فهل ينتظرون؟ وكلمة ينتظرون يعني هل يؤملون في مستقبل أيامهم إلا بنزول عقوبة تأتيهم؟ وقد استعمل الفعل المضارع للدلالة على استمرار هذا الأمر وعدم انحصاره فيما مضى، فقال: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ أيام العقوبة التي نزلت بالأمم السابقة وأوردت إليهم المهالك. وكم من ظالم في زمانك يا أيها العاقل أدركته عقوبة الله ولم تمهله ونزلت به العقوبة الشديدة. وحينئذ احذر من أن يكون من شأنك متابعة الظالمين، وبالتالي يكون هذا من أسباب نزول العقوبة بك. فولذا قال: قل فانتظروا، أي تأخروا قليلا وتأملوا قليلا حتى تنزل العقوبات، فننظر من الذي تنزل به العقوبة ومن الذي تكون له النجاة. إني معكم من المنتظرين المتأملين في هذه العقوبة. وحينئذ لا تستعجلوا نزول العقوبة، فهي آتية لا محالة، وهذا أمر الله وقدره وسنته في الكون. ثم يجعل الله النجاة والسلامة والفوز في الدنيا لمن بلغ رسالة الله وأدى أمانة الله في تعليم عباد الله. ولذا قال: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. كذلك حقا، يعني أن الله أوجب على نفسه نجاة المؤمنين وجعل ذلك سنة ماضية في الكون إلى قيام الساعة. ولذا قال: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فهذه آيات عظيمة في سورة يونس، فيها أحكام كثيرة، منها أنه يجب على المؤمن أن يكون متيقنا تمام اليقين بصحة ما ورد في شرع الله، فلا يكون عنده أدنى شك أو احتمال أو تردد في معتقده. وبهذا يتميز أهل الإيمان بأنهم على الطمأنينة والراحة
بخلاف من يقابلهم فهم على شك وتردد، ليس عندهم يقين ولا طمأنينة. وفي هذه الآيات إثبات صفة العلو لله جل وعلا، فإنه قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، والإنزال لا يكون إلا من العلو، مما يدل على اتصاف الله جل وعلا بصفة العلو. وفي هذه الآيات اليقين بأن هذا القرآن كلام رب العزة والجلال، وأنه تكلم به حقيقة، وأنه من عند رب العالمين. وفي هذه الآيات الأمر بالرجوع إلى أهل العلم، وذلك لأخذ الدلائل والأحكام منهم. وفي هذه الآيات بيان أن بعض أهل الكتاب منصف عادل مقر بالحق، وإن كان كثير منهم على خلاف ذلك، وإنما دعاهم إلى خلافه ما لديهم من العناد والحسد وتفضيل طرائقهم وتقديم دنياهم على آخرتهم. وفي هذه الآيات من الفوائد وجوب التصديق بكل خبر ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يبقى عند الإنسان شيء من التردد في تصديق ما ورد فيهما. وكم من آية أو حديث وجد من بعض الناس تشكيك فيه بدعوى أنه يخالف العقل أو يخالف المكتشفات العلمية، فما هو إلا قليل، ونتبين أن دعواه هي المخالفة للعقل وهي المخالفة للواقع، وأن ما في الكتاب والسنة هو الصواب القطعي الذي لا مرية فيه. وفي هذه الآيات بيان أن الهداية بيد الله جل وعلا، مما يجعل العبد يسأل الله جل وعلا أن يكون من المهتدين. ولذلك ضمن الله جل وعلا سورة الفاتحة الدعوة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم. وما ذاك إلا لعظم أثر الهداية، وأنها إنما تكون من الله جل وعلا. وحينئذ يجعل الإنسان الدعاء بالهداية في كل أوقاته. وانظر لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يدعو الله بالهداية: اللهم، ويرشد أصحابه لأن يقولوا: اللهم اهدني وسددني. وفي دعاء القنوت تقول: اللهم اهدني في من هديت. ومقدما هذه الدعوة مما يدلك على عظيم مكانتها. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يعتني بها أمر الهداية، فإن الهداية بها صلاح أحوال العبد ونجاته يوم القيامة وحصول رضا الإله جل وعلا. وفي هذه الآيات بيان أن ورود الأدلة والبراهين لإقامة الحجة على العباد من أجل أن يكون هذا سببا من أسباب رفعة درجة الدعاة بإرشادهم الخلق للأدلة والبراهين، ومن أجل إقامة الحجة على العباد، ولعل ذلك أن يكون من أسباب هدايتهم. وفي هذه الآيات أن إيمان العبد إذا عاين الموت أو الهلاك أو العذاب لا ينفعه،
وإنما ينتفع بذلك متى كان ما يؤمن به في وقت الإمهال. أما إذا وردت العقوبة للعبد فإنه حينئذ فاتت الفرصة على العبد ولم يبق عنده شيء من الفرصة. ولذا قال الله تعالى: إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. ومثله في قوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وفي هذه الآيات فضيلة يونس عليه السلام وما هدى الله به من الخلق الكثير، فقد آمن به 100,000 أو يزيدون. وفي هذه الآيات من الفوائد فضيلة قوم يونس وما أعطاهم الله من العقل الذي جعلهم يبعدون العذاب عن أنفسهم بعد أن أنذرهم نبيهم ووعدهم بنزول العذاب عندهم عن قرب. وأنتم تعلمون أن يونس واعده قومه من أجل أن يقابلوه فهرب منهم بدون أن يأتيه إذن من الله تعالى. لما خاف قومه فركب في السفينة فكادت تغرق لكثرة حمولتها، فوضعوا القرعة لإلقاء بعض من فيها، فكان يونس هو من وقعت عليه القرعة مرارا، فألقوه فالتقمه الحوت وهو مليم. فأكثر من التسبيح بقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله عز وجل ورده إلى قومه فآمنوا به، وكان ذلك من أسباب كشف العذاب عنهم. وفي هذه الآيات تفضل الله على العباد الذين يريدون الآخرة ويستقيمون على أمره بأن ينيلهم مع مقصودهم الأخروي النعيم الدنيوي فضلا منه جل وعلا وإحسانا منه لعباده. وفي هذه الآيات عدم جزع الإنسان أو تسخطه أو حزنه إذا لقي الصدود والإعراض من الناس فيما يدعوهم إليه من الحق والهدى. وفي هذه الآيات أن الإيمان لا يكره عليه أحد، وبل يترك الباب ليكون هذا من أمور أو مما تقوم به الحجة على العباد. وفي هذه الآيات أن عدم إيمان من لم يؤمن ناتج عن أمور عائدة إليهم في أنفسهم، فإن العبد يطبع على قلبه فلا يهتدي بسبب أعمال أقدم عليها. ولذا يحذر الإنسان من ذنوبه ومعاصيه أن تكون سبباً من أسباب طمس قلبه وعدم استجابته لدعوة الحق. وكما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، يعني يختم عليه بحيث لا يعرف الهدى الطريق إلى قلبه. ولذلك على الإنسان أن يحذر من معاصيه أن تكون سببا من أسباب صده عن الهداية. ومن طرائق التخلص من الذنوب أن يكثر الإنسان من التوبة والاستغفار حتى تزيل آثار الذنوب عن قلبه، فيكون مستعدا لقبول الحق ويكون من المهتدين بإذن الله جل وعلا. وفي هذه الآيات الدعوة إلى التأمل في الآيات الكونية، سواء كان في الأرض أو كانت في السماء، فكم لله من آية تدل أصحاب العقول على قدرة الله وعظيم صنعه. بل لينظر العاقل في بدنه فكم فيه من نعم عظيمة. انظر إلى بدنك كيف بني على الموازنات العظيمة، لو زاد شيئا أو نقص منه لهلك. هذه درجة الحرارة لا تحتمل زيادة ولا نقصا، وهذا أمر ضغطك لا يحتمل زيادة ولا نقصا، والبدن والماء في بدنك لا يحتمل زيادة ولا نقصا، وهذا مجرى الدم وما فيه من نسبة لا يحتمل زيادة ولا نقصا، بل إنما يكون في البدن من أمور تتعلق بحمايته ووقايته مما يدخل فيه من المضادات والميكروبات، إن زادت أهلكت وإن نقصت أهلك الإنسان. بل في ذلك من الدلائل الشيء الكثير. وهكذا انظر إلى ما في هذا الكون وما فيه من الخصائص العظيمة، انظر إلى هذه الذرة اليسيرة وما فيها من أجزاء قليلة، وهذه الأجزاء فيها أجزاء، وتلك الأجزاء تشتمل على أجزاء، مما يدل على إتقان صنع الله لهذا الكون سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات حذر العقلاء من أن ينزل بهم عقوبات دنيوية بسبب إعراضهم عن شرع الله جل وعلا، فإن من تأمل في أحوال الأمم الماضية الذين أهلكهم الله بالعقوبات العامة، إنما هلكوا بإعراضهم وعدم استجابتهم لدعوة الحق التي وصلت إليهم. ولئن كانت العقوبات في من مضى عامة فإنه لا يأمن الإنسان أن تنزل به العقوبة، سواء كانت فيه بذاته وبشخصه عقوبة متعلقة به لمخالفته أمر الله، أو كانت العقوبة تشمل من حول الإنسان، كما قال جل وعلا: لا تصيبن الذي وحده لا تصيبن فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وحينئذ على الإنسان أن يسعى في أن يكون مطهرا لنفسه، مطهرا لمجتمعه بما استطاع من ذلك، حتى يكون من الناجين. فإن نجاة الإنسان من العقوبات تكون بإرشاده للخلق وتعليمه للحق وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وفي هذه الآيات أن سنة الله ماضية بهلاك المعرضين المكذبين ونجاة المؤمنين
ولا بد أن تقع هذه السنة وإن تأخرت قليلا لحكم اقتضتها حكمة الله جل وعلا. ومن ثم على الإنسان أن يتأنى وأن لا يكون في أدنى شك من ذلك، وإذا لم توجد النجاة أو وجدت العقوبة فذلك لأمور عائدة إلى الناس نتجت عنهم. وقد يبتلي الله جل وعلا المؤمنين بشيء من وقائع الكون وما يصيبهم من الأذى والظلم ليمحصهم من جهة، وليختبرهم ليمحصهم من ذنوبهم ومعاصيهم من جهة، وليختبرهم هل يصبرون وهل يؤمنون بوعد الله ويصدقون بخبره، وهل يكون من شأنهم نصرة لدين الله أو لا. فهذه حكم له جل وعلا في إدالة بعض الظالمين على المؤمنين في بعض الوقت، ولكن العاقبة تكون للمتقين بسنة ماضية قدرها الله جل وعلا في الكون، يشاهدها الإنسان ويرى معالمها على مستوى على جميع المستويات وفي جميع الأزمنة والأوقات. سنة ماضية قدرها الله في العباد إلى قيام الساعة. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلكم من الهداة المهتدين. أسأل الله أن يجعل العاقبة الحميدة لكم دنيا وآخرة، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا الاستعداد ليوم المعاد، وأن يجعلنا ممن مقاصده أخروية بحيث لا تقتصر نياته وأهدافه على الدنيا. كما أسأل الله جل وعلا أن يبارك للجميع في جميع أمورهم، في أبدانهم وصحتهم وقواهم وعقلهم وأموالهم وأوقاتهم وجميع أحوالهم. وأسأل الله أن يغفر لوالدينا جميعا وأن يسكنهم فسيح جناته، كما نسأله أن يرفع درجاتهم وأن يرزقهم رفقة محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال أمة أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعلهم متمسكين بدينك، سائرين على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، محققين للتوحيد في كل أمورهم. كما نسأل الله جل وعلا أن يرحم المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم آوِ مشردهم، اللهم تول جميع شأنهم بفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كف عدوهم عنهم، اللهم اجعل الخسارة على ذلك العدو، اللهم عجل بهزيمتهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم أسباب خير وهداية وصلاح. اللهم وفق ولاة أمر هذه البلاد لكل خير، واجعلهم موفقين لطاعتك، عاملين بعبادتك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.